يجري دمه بالقلب
لكن سمع صوت اجترى قلبي شعبتي انا كفيلك من بعد حيدر بسكتي ما دام انا موجود ما ينضم لك لكن يا زينب لي نزلنا وشغلت بالي عن مصيبة داعي الباب اسم الله على زنود تراسك يا بن الاتياب ايد يا خوي ابن عشقون سور العياب رد النعش ليا وخلوني انظر يا ابن ملك شال مقدم وشن المؤخر رد لخدرك اي شيء ما يعود حيدر صاحت بعالي صوتها الله اكبر يا هي فجيعه ما جرت في الاول يا مصرنا من طلعتك يا اختي نسي الامصاب ابونا لا ترفعي صوتك ترى يصعب علينا واحنا ترى انا نرضى تعلم شخص جرجا لا حول ولا قوة الا بالله العلي ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. طبيعي أن السيل ينحدر عن الربوات وينحدر عن التلال والمرتفعات والجبال. يعني مر الكلام
توضيح الواضحات من أشكال المشكلة. ولكن عندما يأتي الإنسان في معنى هذه الفقرة ولا يرقى إلي الطير، أي طير هذا وأي ارتفاع هذا لهذا الإمام التي هي الذي هو لا بالطويل الشاهق ولا بالقصير اللاصق، لأن الإمام والنبي صلى الله عليهما جميعا لا بد وأن يكون الواحد منهم جميل الخلق، لا يمكن يصير مثلا من العمالقة اللي تلاحظ مثلا نتوءه مرتفع في السماء أو ملتصق. ليش؟ لأن في الواقع هاي الإمام يعني شنو نعبر عنه، العقل البشري أو العقل الكوني أو النبي صلى الله عليه وآله، العقل البشري العقل كل ما أنت قائل في جمال وبداعة ولطافة ورشاقة يعجز عنها المتصورون أو المصورون والمتصورون. فلا يمكن الإمام مهما كان أن يكون طويلا أو يكون لاصقا. ينحدر عني السيل، يعني اللي هو الطيور تعلو ما تعلو من الشواهق والمرتفعات مهما كثرت ومهما ارتفعت، بيد أنه صلوات الله تعالى عليه أراد هنا بقوله ولا يرقى إلي الطير، طير الفكر، ترى هذا طير الفكر هواية يعني جدا منطلق جدا يطير لا يحد له حد ولا يقاس له مقاسا. طيب فكر الإنسان، الإنسان تتصور الله سبحانه وتعالى خلقه في صورة بديعة، في صورة تشير على عظمة خالقه. ومر البيت هواية مني ومن 70,000 خطيب وعالم، أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر. ليش أنت شوف هاي اللي هو طائر الفكر يعني بنات الأفكار. يوم من الأيام أنت جالس هنا مثلا أو مستلقي على سرير نومك أو في مجلسك بين أصدقائك أو في عملك بين العمال من أتابك، تتذكر انت لما ان كنت يعني في راية النضج وتفكيرك الصحيح، تذكر احد الرجال او النساء وقد مات او مات، بامكان هذا الطائر الفكر يعني مخزون هناك عندك بالمخ نبرات صوته، تتذكر ان فلان اذا تكلم تكلم بهذه الموسيقى أو بهذه النغمة. من وين هذا؟ خزنه الله سبحانه وتعالى في المخ، تصور بالعقل، تصور بالتفكير، تصور ببنات الأفكار، وتعرف المنطق ما قبل مثلا ممكن 50 سنة. إذا أنت مثلا افرض عمرك 20 وبعدين بالغ 70، تذكر واحد منكر أو واحد كثير الجلوس معه أو مرأة كثيرة الجلوس معه، تذكر نبرات صوتها أو نبرات صوته. هذا الطائر اللي لا يحد، طائر الفكر، أهوار حديد، أهوار عند قوة. وهي طبعا يدلنا على خالقنا، هو الإنسان مر الكلام من عرف نفسه فقد عرف ربه. بهذا المجال وبهذا المضمار هكذا يقول علي بأنه شخصية لا يحد لها حد،
ولا يقاس لها مقاس هاي الطائر الفكري العظيم اللي كان يتصور نظرات صوت المرأة أو الرجل ما قبل 50 سنة لقوته وحدته ونشاطه وتصوره، لا يتصور هذه الشخصية اللامعة الفعالة. ولا يرقى إلي الطير، يعني مهما كان. ولهذا يشير محمد صلى الله عليه وآله بقوله لا يعرف عليا إلا الله وأنا. هاي طبعا الإنسان اللي بيكون يعني بعيد عن المعارف، ولا أقصد الجلاس وإنما أقصد المعاندين، ذول يقولون مخلين علي بن أبي طالب، شنو يقولون راب، شنو يقولون كذا، مخلين بيد كل شيء. هذا من جهل شيئا أنكره. محمدنا صلى الله عليه وآله يقول لا يعرف عليا إلا الله وأنا. ولهذا يدخل أو يجي واحد يدخل إلى مسجد النبي صلى الله عليه وآله إباوة أبا ذر خارج من المسجد، هذا اللي كان حزمة من الصدق، حزمة من الورع، حزمة من التقوى. انت قل لمسكول ابو ذر كافي يولا، يخرج من المسجد يسأله الرجل من خلفت بالمسجد؟ على سبيل المثال التوضيحي قال ناصر ابن عبد الله ورجلا لا اعرفه. طب هذا الى المسجد ولا هناك ناصر ابن عبد الله والى جانبه علي امير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه؟ هذا بايام الالفاظ معدوده، بايام الانسان يقوم بماذا؟ بلسانه. لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق الا صوره اللحم والدم بعد ابو ذر. وهاي اللي يشهد في النبي ويزعم هذا الرجل انه كاذب، لا سمح الله، تسمح لي على التعبير، لانه ناقل كلمه الكفر غير كافر، يعني ان يعتقد ابو ذر كاذب راسا دايركت الى النبي صلى الله عليه واله. ليش؟ لان ما يمكن بعد هذا، يعني راسا هاي الرجل والان يكذب علي، لأشكوه إلى رسول الله. راح لك، مو الآن مثلا واحدنا يكذب 70 كذبة ويبتسم في وجهه ويخلونا حزمة من النكات، لا، لأن في الواقع الكذب هو من الموبقات السابعة. بل راح للنبي صلى الله عليه وآله وقال إليه يا رسول الله انت تقول ابو ذر الصادق الامين الكذا، انا اساله يقول لي ما رايت الا رجل وسمى باسمه ورجلا لا اعرفه. فقال نعم هو الصادق، انت ما تعرف علي بن ابي طالب، انت تعرف هاي الذات، تعرف هاي الكم، تعرف روعه، هذه شخصيه كونيه عالميه، وين عنوانك انت تعرفه؟ ابو ذر هو صحيح يشير إليك إنك لا تعرف كنها ولا عظمته ولا سؤدده ولا قدره المقوم عند الله سبحانه وتعالى. هل يريد أبو ذر؟ مو معناه يقصد أن علي بن أبي طالب هو الرجل، يقول ورجل لا أعرف. هذا أبو ذر اللي حزم من العلوم، من الصحابة الذي هم طبعا على ارتفاع، يقول لك أنا لا أعرف علي بن أبي طالب، بل ولكن قد ضيعوه هذه الأمة. هل أمة هذه اللي خسرت ما خسرت؟ يعني صفقة شنو؟ تلاحظ لو وضع علي صلوات الله تعالى عليه في كفة ميزان والعالم كلها في كفة، لكان علي راجحا لا مرجوح.
طبعا ويا علي ايضا 11 واحد. هذه الامه اللي ضيعت ولهذا تاخرت. علي في الكلمات الماره اتدري ماذا يقول عندما يقول سلوني سلوني سلوني؟ بعدين مر الكلام سلوني عن طرق السماء. يا ايها العلماء التكنولوجيون اذا عندكم علوم او بتلقون ابو اللوح 11 او غير ذلك تفضلوا، لكن شو تسوي يا اخروا هاي الامه سلوني عن طرق السماء. ولهذا تلاحظ الامام صلوات الله تعالى عليه يتحدى العلماء الصناعيين اللي كانوا على مستوى رفيع من العلم. بالفعل المراصد هذه اللي اخترعوها يقربون لك الشمس، يعني يلاحظها الانسان بالمرصد، يعني تتدفق النيران مندلعه بالمرصد منها هكذا. هاي طبعا كل العلم هذا. علي يتحداهم ويقول سلوني عن طرق السماء. انتون يا علماء امريكا اللي خايفين من الذبذبات اللي كانت في جبال كاليفورنيا تقولون لا يدرى، يمكن ان هناك يعني جماعة متخذين الارض كقاعدة حتى يغزونها من كوكب اخر. هكذا يعني الخيال العلمي والخيالات العلمية هواية كثيرة. يعني وين كلا أن الإنسان ليطغى إن رآه استغنى. ترى هاي الآية ركبها على جميع الأمور، ترى تركبها على تيهة الشباب والتخيلات بالقوة وغير ذلك، وترى تركبها على شنو؟ تركبها على المال. واحد عند مال هواية متيه، يعني لا يرى الناس إلا كالذباب، تخيلات مالية وتارة تخيلات علمية الإنسان يخطئ بها. ليش؟ يقولون لك ممكن هاي الدبدبات اللي تلقطها الموجات هي إشارات، يعني أكفت جماعة جايين من كوكب خاص يريدون يحتلون الأرض يغزون الأرض. هاي التخيلات العلمية مثل ما أكو بروفيسور أمريكي شبشي يذكر هذا وش سوى. قال يا جماعة احنا الآن نعيش في فصول أربعة، فصل حار وهو الصيف، وفصل خريف، وفصل ربيع، وفصل شتاء. يقول السبب شنو هذا؟ السبب معناها القمر. إذا معناها نرسل رؤوس نووية ونطحن القمر ونهدم القمر ونصف القمر تماما ونرتاح ونعيش في ربيع دائم. هاي من التخيلات العلمية المالها قيمة. هاي الهوجاء بالله عليك لا أرانا الله زمانا لم نرى فيه القمر. الله سبحانه وتعالى حكيم، خلى هاي الكواكب وهاي النجوم والسليميات والنيازك والمذنبات وغير ذلك، والنجوم كل مصلحة للإنسان. هذا ليش صار عالم؟ تاب، قال حضرته أن يكون ينسف القمر وأن له ذلك. هذا شيء بعيد، حتى أحد الأطفال من أمريكا ترسل إلى اللي هو هذا أحد الرئيس مالهم، رئيس مالهم ترسل له تقول له الله أن يكون يعني القمر ترى إذا ابني من وراء النافذة. بالله عليك يكون يعني لا تخلي هذا البروفيسور ينسف القمر، هذا شيء بعيد، خيال علمي جنوني. فهكذا التخيلات العلمية يجي يقول لك يعني هاي الإشارات والدبدبات اللي في جبال كاليفورنيا ما هي إلا جماعة قد أقبلوا من كوكب آخر حتى يغزون الأرض. تصور أنه مثلا يعني طيروا الطائرات وخلوا المراكب والمكوكات والأقمار الصناعية، ولكنهم لا يستطيعون أن يعرفوا أسرار الأرض. مثلث
مثلث برمودا ايضا هذا سر الامر. علي يتحدى العلماء سلمني عن طرق السماء، تجي الباخره وتوصل الى مثلث برمودا ترى ان تسلب الارواح من الاجساد وتبقى الاجساد سالمه، برج المراقبه بالباخره ايضا سليم، الاجهزه سليمه ماكو شيء، وتارى ان تخطب الباخره بما فيها. لما تحلق الطائره طبعا تفقد التوازن على جزيره جميله خضراء، فيتصل الربان ببرج المراقبه بالدوله يقول اننا نحلق على جزيره خضراء جميله بيد اننا نفقد توازننا الان وانا نهوي، الان وانا في لهوات الموت سينقطع الارسال، سنكون سرا غامضا. فتهوي الطائره، علي يصيح لهم سلوني يا لا سلوني قبل ان تفقدوني، سلوني عن طرق السماء. اجي واحد امريكي يسوي لفد محاضرة في الانشطار الذري يفتخر بكلمة عن امير المؤمنين وبحر العلوم، يفجرها على الجماعة بامريكا، يقول قال علي بن ابي طالب صلوات الله تعالى عليه لو فتحت الذرة لوجدت فيها شمسا. وبالفعل هاي الذرة التي لا ترى بالعين المجردة ولا ترى بالميكروسكوب هي تمثل المجرة تماما. يقول أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه لو فتحت الذرة لوجدت فيها شمسا، ولكن لقد أسمعت لو ناديت حيا قتلوه. هاي البحر المتلاطم قتلوه وهو في مخرابه، يا الخسارة الفادحة، قتلوه وهو في مخرابه صادي الأحشاء عما إن وزادي، سل بعينيه الدجى هل جفتا من بكاء أو داقتا طعم الرقاد، سيد مثلت الأخرى له فجف النوم على لين المهاد، فهو للمحراب والحرب أخ جاهدا ما بين نفل وجهاد، نفسه الحرة كم عرضها للضبى البيد وللسمر السعاد، سامها بدلا فهابوا سومها فهي كالجوهر في سوق الكساد. وفي مثل هاي الليلة المظلمة، الليلة التي قد مدت خيوط سوادها في الظلام، الليلة التي فقد فيها أو منها أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه، تتصور المحراب خلي، بل زينب صلوات الله تعالى عليها تبكي، أم كلثوم تبكي، الحسن يبكي، الحسين، الشيعة، يعني تجلبت العالم الإسلامي بالسواد وسالت فحمة السواد الحالك في فضاء الإسلام، حزنا على أمير المؤمنين، حزنا على أمير الكائنات. والروح في مشرق الدنيا ومغربها ينعى الوصي عليا خيرة الخير، ينعى الوصي أمير الكائنات، ومن لولا يداه رحى الأكوان لم تدر. يا للرجال، يا للرجال لأقدار فتكن به، ألم يكن في البرايا مصدر العبر،
ولو تشعرين للأشياء تفتك في مشيئة قد تردت بردة البشر. كلا ولكن لكي يبدو لمعتبر بأنه مالك مملوك مقتدر في مثل هذه الليلة عندما سال الظلام وامتدت خيوط السعاد الموحش على أمير المؤمنين. يقول أبو يوسف في هذا المعنى مستوحش العالم على حيدر الكرار. ففي هذه الليلة زينب من جانب والحسن من جانب والحسين من جانب ومحمد بن الحنفية من جانب وأبناءه كالعباس وغيره، وزينب تسأل بلسان الحال وديت يا ابن المصطفى باب العلم وديت ليه بالكسير يا ابو العين والعجب صفوات البال وسر الوجوه والجوهر الثاني
تجد بالحسرة تطلع وتدحد والعيون تبيع بعبرة أموت عياني وبالقلب صارت الحسبة غنية متمني صيامك يا حبيبي يا مظلوم لا في مكة هلالا مليدا وهوى في العراق بدرا تماما ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين والفاتحة تسبقها